مرحب بكم مشاهدينا في الحياة الآن، أهم وآخر الأخبار الواردة إلينا حتى هذه اللحظة أبدأها معكم بأهم العناوين. فرنسا تقرر إلغاء جميع الأنشطة الرياضية وفرض الطوارئ ونشر قوات الجيش في الشوارع بعد مقتل 128 إثر أعمال إرهابية ضربت العاصمة باريس. رئاسة الجمهورية تدين الحوادث الإرهابية بفرنسا وتؤكد وقوفها بجوار الشعب الفرنسي. ومؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا وطن له. إعلان الكشوف النهائية لمرشح المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بعد انتهاء نظر الطاعون. ومنتخب مصر يبدأ مشوار التأهل لكأس العالم بمواجهة تشاد. أهلا بكم مشاهدين. من العناوين للتفاصيل، قتل 128 شخصا وأصيب 180 من بينهم 99 في حالة حرجة في 7 هجمات إرهابية مساء أمس. استهدفت عدة مواقع في العاصمة الفرنسية باريس، من بينها ملعب رياضي كان يشهد مباراة لفرنسا وألمانيا بحضور الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وقاعت حفلات ومطاعم ومسارح، ما أسفر عن مقتل العشرات داخل مسرح باتاكلان في عملية احتجاز رهائن داخل المسرح. فيما أعلنت فرنسا إلغاء جميع المباريات الرياضية حتى إشعار آخر بسبب الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها العاصمة باريس. كما أعلنت أيضا الحكومة الفرنسية وقف تأشيرة شنغن التي تسمح لجميع حاملها بالتنقل بين الدول الأوروبية والسماح لمواطني الدول الأوروبية فقط بالسفر إلى باريس. في ذات السياق أعلنت الخارجية الفرنسية اليوم استمرار حركة الملاحة والرحلات الجوية وحركة القطارات في باريس بشكل منتظم، بالإضافة لإعلان حالة الطوارئ بالطبع. بينضم لنا على الهاتف أستاذ خالد شقير المذيع بالإذاعة الفرنسية. أستاذ خالد برحب بحضرتك، وكيف تصف لنا المشهد الذي وقع بالأمس؟ صباح الخير أستاذ شريف، وتحية خاصة لأسرة قناة الحياة. بالتأكيد عاصمة النور بالأمس كانت انطفأت فيها كل الأنوار، عاشت ليلة حزينة بالطبع كل الفرنسيين في حالة صدمة، وأيضا ليس فقط الفرنسيين في حالة صدمة ولكن أيضا المسلمين بصفة خاصة، المسلمين في حالة صدمة كبيرة جدا، لأن كل أصابع الاتهام الآن والمؤشرات بتؤكد أن من قام في هذه العملية منذ لحظات تحدث الرئيس الفرنسي قبل المداخلة مباشرة، قال في تصريحه أن هذه أن فرنسا الآن دخلت حرب ضد وتدفع ثمن يعني مواقفها السياسية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وأن هذا العمل الجبان الإرهابي تم التخطيط له خارج فرنسا وتم التواصل له من الداخل. ومؤشر أو اختيار الموعد التشريف الجمعة 13 في فرنسا هنا بيقولوا عليها فاندور لوتريز، هو يوم تشاؤم، فده يؤكد أن من قام بهذه العملية هم للأسف الشديد من أصول سواء عربية أو فرنسيين دخلوا في الإسلام. ليه فرنسا بالتحديد؟ يعني حد جاوب على السؤال ده؟ يعني طبعا بالتأكيد فرنسا بالتحديد نظرا لمواقفها المتشددة ضد أولا موقفها في سوريا على وجه التحديد ومحاربتها مؤخرا لتنظيم الدولة الإسلامية. وتشريف حضرتك طبعا تعلم أن زيارة الناجحة التي قام بها الرئيس السيسي لباريس، وكان أول يعني موضوع تحدثوا فيه هو محاربة الإرهاب. فرنسا غيرت مواقفها ولو جزئيا من النظام في سوريا، تدعم فعلا في سوريا، هي تدعم فعلا المعارضة السورية، ولكن هي الآن ضد الحرب في داعش، ضد الحرب ضد الدولة الإسلامية داعش، وأرسلت لمصر عدة أسلحة متطورة، ومواقفها لمحاربة الدولة الإسلامية في التعاون والتزاون مع الدول المحاربة للإرهاب، وهذا ما أكد عليه الرئيس الفرنسي. يعني في أوروبا بيعتبر الموقف الفرنسي تجاه الدولة المزعومة الإسلامية داعش الإرهابية أكثر تشدداً من أمريكا ومن هولندا ومن فرنسا ومن بريطانيا ومن ألمانيا؟ بالتأكيد يا فندم، فرنسا قال بالحرف الواحد لن ترفق بالإرهابيين، هذه سياسة أو توجيه لفرنسا وعقاب لفرنسا على مواقفها
ما بين قوسين القريبة جدا من الموقف المصري هو ضد الإرهاب، وفرنسا تدعم كل الدول، وهو أكد على بس الإشارة لمصر على هذا النحو تبدو وكأن مصر يعني من يتعامل مع مصر بشكل من الأشكال في دعم للموقف السياسي أو الموقف الاستراتيجي المصري أو الموقف العسكري المصري زي روسيا وفرنسا بيصابوا بالضرر، يعني الترويج لهذا الأمر ده شيء بيقلقني. يعني يا فندم احنا دخلنا دلوقتي فعلا في معسكرين دلوقتي على المجتمع الدولي، في معسكر تضم مصر او مصر انضمت لمعسكر روسيا وفرنسا فيما يخص الإرهاب. طبعا فرنسا وروسيا في مواقف، فرنسا مؤخرا لو حضرتك طبعا تعلم جيدا وحضرتك تعمل في هذا المجال من فتره قررت وقف مثلا صفقه الاسلحه بروسيا. هذه الصفقه التي كانت ستكلف فرنسا مبالغ خساره مبالغ كبيره جدا، كانت ستضر بالاقتصاد المنهار اصلا في فرنسا الاقتصاد الفرنسي. مصر قامت بشراء يعني باخراج فرنسا من هذا الموضوع. فعلا هو سياسه او ضربه تعاقب فرنسا عن سياستها الخارجيه تجاه القضايا المهمه وهي قضيه الارهاب. فرنسا وايطاليا على وجه التحديد يدعموا موقف مصر في حربها ضد الارهاب ليس فقط في سوريا او في سيناء ولكن في ليبيا. طيب اخر الاخبار والمستجدات من الناحيه الخبريه، يعني فرانسوا اولاند الرئيس الفرنسي بيعقد حاليا اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى الفرنسي لوضع شروط وحاله الطوارئ، الكلام ده صحيح؟ صحيح يا فندم، واهم خطوه خدها هو وقف التعامل بتاشيره شنغن، وقف مثلا مباريات كره القدم. ان شاء الله يوم الاثنين سيكون هناك اجتماع طارئ للمجلس النواب الفرنسي، وايضا يعني التنسيق الكامل مع الدول التي تعرضت فيما قبل للارهاب ومن بينها طبعا بالتاكيد مصر. واعتقد ان هو يعني ارسل رساله قويه جدا ان فرنسا موحده وقويه ضد الارهاب، وقال ان الموقف الفرنسي لن يتغير في محاربه الارهاب، وطلب الفرنسيين بالوقوف يعني موقف واحد. في نقطه هامه جدا حبيت ان انا بس يا استاذ شريف لو سمحت لي الفت النظر اليها، وهي كيف تعامل الاعلام في فرنسا. كان هو ده سؤالي، كيف تعامل الاعلام الفرنسي بعد هذه الهجمات؟ انا يعني بعد هذه يعني اثناء الهجمات بصراحه هو يعني كان في المباراه لو كان اعلن في الاعلام او قناه خدت الصف وبادرت يعني لم تبقي على اهميه الوطنيه كان حصل تدافع وكان حصل يعني موتى كثيرين، وكانت كان هيبقى يوم يعني رهيب في التاريخ. لكن فرانسوا اولاند عرف ان هناك هجوم تم سحبه او خروجه بطريقه ثالثه بدون لفت الانتباه. الاعلام الفرنسي لم يتحدث الا بعد انتهاء المباراه عن حادث الارهاب. الاعلام الفرنسي تم ايه؟ تم يعني لم يذيع الخبر اثناء المباراه تفاديا لحدوث هرج ومرض في الاستاد، لان الاستاد كان فيه يعني الاف مؤلفه كان ممكن تكون هناك نتيجه للخوف والتدافع موتى كثيرين. طيب انا عندي سؤال بعد اذن حضرتك، يعني هل تبارى الاعلام الفرنسي والمحللين في الهجوم على الحكومه كنوع من انواع التقصير في الاداء الامني او عدم السرعه في الاداء الامني، وخصوصا فيما يتعلق باجلاء الرهائن لان هم قتلوا عدد كبير جدا من الكل؟ يا فندم الرهائن لاول مره ودي سابقه لم تحدث في فرنسا، ثلاثه منهم فجروا نفسهم باحزمه ناسفه في 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 يعني قطاعه بيتا كالا. للاسف الشديد هذا الموضوع لم يكن في الحسبان، وهذا هو السبب ان يعني عدد الكبير من الضحايا. بالنسبه للاعلام لم يتحدث احد حتى الان في الاعلام عن ضعف وزاره الخارجيه او تقصير في المعلومات الاستخباراتيه الريسك زيرو يعني بالنسبه لاي عمليه. انا هبسط الموضوع واكون اكثر وضوح، يعني احنا عندنا هنا اول لما بتحصل مشكله
بنطلع على طول نهاجم الحكومة ونهاجم التقصير الحكومي. لم يحدث. ما حصلش. لم يحدث. لم يحدث ولن يحدث في الوضع الحالي. هو فيما بعد يشوفوا الأول الأسباب الحقيقية. الآن الفرنسيين كلهم من أطياف مختلفة ومن جنسيات مختلفة ومن ديانات مختلفة واقفين على قلب رجل واحد، والإعلام بصراحة يعني هنا يلعب دور كبير جدا. إعلام يبحث عن إعطاء الظروف تحليلي، يعني الإعلام هناك يعمل بشكل تحليلي دلوقتي. لم يتحدث احد حتى الان استاذ شريف عن موضوع نقص في المعلومات، لان من اسبوع تقريبا كان في وزير الداخليه الفرنسي اعلن حاله الاستنفار الامني على الحدود، يعني كان في هناك معلومات، ولكن الضربه جت من الداخل وكان التخطيط مدبر له، التوقيت كان مدبر له، وحتى الان اعتقد ان ما فيش حد هيقدر يتكلم، لان فرنسا تعيش في حاله حزن وليس في حاله يعني كما يحدث عندنا وتشريف للاسف الشديد في بعض الاحداث، الاصوات تتعالى هنا وهناك. احنا هنا بنبدا بالهجوم لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. طيب عايز اتكلم معاك على قانون الطوارئ الفرنسي واهم ملامح هذا القانون، ما الذي يسمح به قانون الطوارئ الفرنسي؟ والله قانون الطوارئ الفرنسي يسمح بكل ما تتخيله كلمه طوارئ من كلمه، يعني ما فيش مثلا قرار من النائب العام الفرنسي للقبض على احد، الدخول في كل الاماكن بدون استئذان، مراقبه المواقع الالكترونيه والهواتف، كل ما تتخيله من معنى، بيتنحى جانبا موضوع حقوق الانسان وهذه المسميات التي يتغنى بها الغرب احيانا عندما يحدث امور في جنوب المتوسط او في الدول العربيه. ما اريد ان اشير اليه ايضا استاذ شريف من خلالك، وهي رساله للمصريين للاسف الشديد عبر شبكات التواصل الاجتماعي يوم الامس، وانت تعلم جيدا شماته حاجه يعني حاجه تزعلني. ليه بقى؟ لان اولا كمصري وكفرنسي والعلاقات المصريه الفرنسيه، فرنسا التي امدت مصر بالسلاح لمحاربه الارهاب لا تستحق منا هذه المواقف وهذه الشماته. لا هو انا بس حضرتك يعني انا افصل لحضرتك، طبعا اللي حضرتك بتتكلم فيه ده كلام بديهي وكلام محترم وصح، بس هي الفكره الشماته في القصور الامني، يعني مش بس عندنا، هو ده قصد الناس في الغالب، يعني انتم بس بتقولوا قصور امني وكل شويه تطلبوا تقارير عن الحاله الامنيه الكذا وبتتكلموا بنبره فوقيه. تمام. فهم يعني بيقولوا يعني فيما معنى كلام الناس على يعني مش انتم بس اللي احنا او احنا بس اللي عندنا قصور او حصل عندنا قصور، انتم كمان عندكم قصور امني واضح ضرب العاصمه نفسها في اكتر من مكان. وخصوصا ان تويتر نوهت من خلال داعش نعم ان هيحصل حاجه في فرنسا. استاذ شريف انت عارف ان السياسه مصالح والانسان يعني او الدول مواقف، عندما يعني يرصد الاعلام في فرنسا ان هناك حل الشماته من الاعلام الفرنسي ذكر كده؟ بالتاكيد في يعني هم الناس شغالين بيحاولوا يشوفوا حواليهم ردود الافعال اللي موجوده، فهذا هذه النتيجه ستكون يعني لا تستعين يعني لا تستهين ابدا بواحد يكتب كلمه ويتريق ويقول مصر مثلا تطالب فرنسا باجلاء رعاياها، ويعني حاجات بصراحه يعني للاسف الشديد ليس من الذكاء استخدامها في هذا الوقت. انا اطالب اخواتي واهلي وشعبي، انا اتفهم طبعا شعب مصر الكريم، ان لا ينسى مواقف فرنسا التاريخيه مع مصر في الفتره الاخيره. بالتاكيد كلامك مهم جدا. عايز اتكلم بس على موضوع 30 نوفمبر وقمه المناخ المفروض ان هي هتكون في فرنسا، هل في كلام عن تاجيل هذه القمه ولا هتستمر في موعدها؟ وارد حتى الان لما فيش اي كلام، بس وارد التاجيل. الرئيس الفرنسي لغى مشاركته في اللقاء اللي كان سيتم للدول السبع في تركيا، وارسل مندوبين عنه من الإليزي، وزيرين من الإليزي بنيابه عنه. واعتقد انني ايضا كنت في لقاء مع سامح سيف اليزل، اللي هو سامح سيف اليزل من يومين ثلاثه في باريس، زيارته اللي التقى بها بعض من رموز الجاليه في باريس، واكد ان العالم يمر بمرحله صعبه، واننا لا بد من هذا في حواري معاه للاذاعه الفرنسيه مع اللي هو سامح سيف اليزل، تبادل المعلومات، اهميه تبادل المعلومات
والتنسيق الامني والاستنفار الامني، وهذا ما اكده اليوم فرانسوا اولاند بانه سيتضامن مع الدول او سينسق مع الدول التي ضربها الارهاب من قبل في الفتره القادمه. شكرا لك استاذ خالد شقير المذيع بالاذاعه الفرنسيه المصري الفرنسي المقيم في باريس، استعرض لنا سريعا الحالة آخر الأخبار. مشاهدينا، الرئيس الفرنسي يقرر إعلان حالة الحداد بعد مقتل 128 شخصا وإصابة 180 آخرين في أحداث باريس الإرهابية وفرض حالة الطوارئ التي تعني الكثير جدا فيما يتعلق بالتجديد وتقييد الحريات العامة على كل المواطنين، بالإضافة لأيضا إغلاق الحدود عن كل ما هو غير أوروبي والسماح فقط للأوروبيين بالتواجد في فرنسا أو بالدخول إلى فرنسا. نتابع معاكم كل مستجدات اجتماع مجلس الدفاع الوطني أو الأعلى الفرنسي اللي بيرأسه الرئيس الفرنسي بعد هذا الحادث الذي وقع بالأمس في فرنسا في باريس وضرب العاصمة الفرنسية باريس. الرئيس الفرنسي يقرر إعلان حالة الحداد بعد مقتل 128 شخصا وإصابة 180 آخرين في أحداث باريس الإرهابية. بينضم لنا على الهاتف الشيخ عبد الرحمن فول إمام مسجد مارسيليا وعضو مجلس الجالية الديانة الإسلامية. فضلت الشيخ، أنا برحب بحضرتك. وأنا أسعد أخي شريف إن شاء الله وبمستمعي قناة الحياة. تحياتنا لحضرتك. يعني فضلت الشيخ، في مخاوف دلوقتي على المسلمين بشكل عام اللي موجودين في فرنسا، تؤكد أم تنفي أم تستبعد؟ دعني أخي شريف إذا سمحت أن أقول كلمة. تفضل. أن الإسلام حجة على المسلمين وليس العكس، المسلمون ليسوا حجة على الإسلام، فحتى أبرئ الإسلام من هذه الأعمال الإجرامية، وأقول بشدة أقولها بأن لهؤلاء الذين فعلوا هذه الأفاعيل الذين قتلوا هؤلاء يعني الأبرياء، أنهم طعنوا جسد إخوانهم المسلمين في فرنسا وفي العالم الإسلامي كلهم. معنى كلامك أنه هيبقى فيه تجديد أكثر؟ اليوم كل مسلم فرنسا في قفص الاتهام أخي شريف. الآن يشار إلى كل مسلم بالبنان في الشارع وفي كل مكان أننا إرهابيون وأننا قتلة. نعم. وهذه الأعمال الآن تغذي يعني أصوات معادية للإسلام والمسلمين، وتخدم أحزاب تعمل حملتها الانتخابية على أنقاض الإسلام والمسلمين. الحل إيه من وجهة نظرك؟ الحل إيه من وجهة نظرك؟ حالة المسلمين فرنسا هتتغير، ونظرة الفرنسيين للمسلمين هتتغير في السالب للأسف الشديد. وبالتالي سوف يشد الخناق على المساجد ويشد الخناق على كل متحجبة في الطريق، والعنصرية التي سوف يعني تتجدد في أماكن العمل في المدارس في المستشفيات، لأن الأغلبية المسلمة موجودة ليس في المساجد وإنما موجودة في أماكن العمل في المستشفيات وفي الجامعات وفي المدارس. هل هناك ثمة تحرك؟ هذه الضربة سوف تعيد بمسلمي فرنسا 20 سنة أو أكثر إلى الوراء. حتى لو حصل نوع من أنواع التحركات للجالية الإسلامية هناك مثلا بشكل ما أو بآخر، هل ده ممكن يفرق على النظرة ولا مش هتفرق؟ أكيد لنا دور، أكيد لابد لكل المسلمين وبالخاص يعني المسؤولين عن هذه الجالية وعن هذه أنه يعني تنديدهم سوف فعلا يكون له أثر طيب. لكن صدقني أخي شريف، الجديد في هذه العملية التي يعني لسنا في منأى عنها في أي مكان، الجديد وفي فرنسا وفي عاصمة فرنسا، لأن لابد يا أخي شريف لابد أن نتصور على كل يعني إخواني في مصر وفي أي بلد، لابد أن تتصوروا، عليكم أن تتصوروا أنه في فرنسا عاصمة في باريس يقال للناس وينادى على الناس ابقوا في بيوتكم. تمام، وصلت الصورة. خطير جدا الأمر. الجديد في القضية أخي شريف أنه اليوم أمام شيء ثاني، شيء جديد، وهي الأحزمة الناشفة، هذا الشباب الذي يفجر نفسه في باريس. الأمر أخطر مما نتصور. وصلت الصورة، بشكرك شكرا جزيلا شيخ عبد الرحمن فول إمام مسجد مارسيليا وعضو مجلس الديانة الإسلامية. بينضم لنا على الهاتف اللواء
سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجي والعسكري والمنسق لقائمة في حب مصر في برلمان. كنت من 3 أيام في باريس سيادة اللواء، برحب بحضرتك وكنت بتلتقي بالجالية. يعني إزاي شفت باريس ودلوقتي إزاي شايفها؟ حقيقة أنا لسه راجع من 3 أيام فعلا. باريس دولة جميلة وعاصمة فرنسا وهي عاصمة جميلة، وعادة ما بتكون مزار سياحي لكل السياح سواء العرب أو الأجانب. ما حدث أمس الحقيقة أنا في تقديري أنه استمرار لاستهداف فرنسا من الإرهابيين. كما نعلم أن كان هناك حوادث من قبل في باريس، البقالة وعمل في داخلها أفراد وأطفال خدوهم كأسرى، اعتبروهم هم أسرى على حسب اللفظ اللي قالوه الإرهابيين. صحيح انتهى بعد كده بنهاية هم جزء منهم هرب وجزء قبض عليه. طيب الأسئلة اللي بتفرض نفسها سيادة اللواء، يعني كيف تعاملت فرنسا من الناحية الأمنية والاستراتيجية مع هذا الحادث الإرهابي وفقا لتقديرك؟ يعني بعد الحادث الأول اللي أنا كنت بحكي عليه دلوقتي كان لابد من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة. طبعا هم بيوزنوا بين السائحين، بيوزنوا بين هذه الإجراءات، لكن عندما يتحدث الأمن القومي فلابد من إجراءات صارمة. أنا في تقديري أنها لم تتخذ بعد الحادث الأول أو الحادثين الأولين اللي كانوا متتاليين في يومين ورا بعض. أنا لما رحت ما لقيتش إجراءات أمنية الحقيقة ما ظاهرة، ما لقيتش في تغيير في الإجراءات الأمنية أو الأسلوب الأمني وتخطيط الأمن له. كانت الأمور ماشية بمنتهى البساطة والسهولة، وما فيش مش كنت شايف الحقيقة أي نوع من أنواع نقدر نقول الحزم والحسم في المسألة الأمنية. تمام. لكن هذا الدرس أعتقد حيغير الأمور، هذا الموضوع الحالي حيغير الأمور. من الناحية الاستراتيجية كيف تتابع التأثير وتداعيات هذا الأمر على الشرق الأوسط وعلى الدول العربية كحكومات في المعاملات مع أوروبا ومع فرنسا بالتحديد ومع المسلمين اللي موجودين هناك والعرب؟ صحيح، هو الموضوع ينقسم إلى قسمين. القسم هو التعامل مع العرب والمسلمين في أوروبا كلها وليس في فرنسا بعد هذا الحادث. الشيء الآخر هو التعامل مع الدول. أنا تصوري أن التعامل مع الدول سينقسم برضو إلى أقسام مختلفة. يعني بعض الجنسيات العربية حتكون هناك نقدر نقول إجراءات صارمة ضدهم، سواء كانت في الحصول على التأشيرة أو في الدخول. لكن مع الدول نفسها الأخرى أو عظمة يعني معظم الدول العربية ما أعتقدش هيكون في تغيير في العلاقة بين فرنسا والدول. ولكن على مستوى الأفراد كل العرب والمسلمين أعتقد بشكل كبير حيكون أيضا هناك في تضييق على الحصول على الفيزا وأيضا في الدخول إلى فرنسا، وفي إجراءات أخرى في التصور. سيادة اللواء، إزاي بتشوف التعامل الأوروبي والدولي عموما مع حادث الإرهاب اللي حصل في باريس مقارنة بما يحدث عندنا في مصر على سبيل المثال؟ لا، هو لسه المسألة جديدة، كانت امبارح بس، لسه أنا ننتظر نشوف ونراقب جيدا ما سيحدث. ولكن بالتأكيد حيكون هناك تعاطف كبير مع فرنسا أكثر مما حدث معنا، ليس هذا فقط، ولكن أعتقد أيضا أن هيحصل دفاع عن فرنسا كبير في أي إجراءات هتاخدها، أي إجراءات شديدة هتاخدها ضد العرب وضد المسلمين وضد بعض الجنسيات الأخرى، باكستان، أفغانستان إلى آخره. لكن طبعا هناك فرق بالتعامل بين الموضوعين، فرق معانا احنا يمكن كان في حديه شديده، لكن هناك اعتقد المساله هيبقى فيها مش بس محاباه ولكن ايضا اتفاق كامل على ما ستفعله فرنسا من اجراءات. سياده اللواء، يعني يمكن عايز اسالك على التعامل من الناحيه الفوقيه فيما يتعلق باجراءات الامن المتبعه في مصر عموما من خلال ما سمعناه وما ورد إلينا يعني من أجهزة المخابرات سواء كانت إنجليزية بقى أو أمريكية أو أي حاجة، قياسا على ما يحدث في فرنسا. يعني أي حد بسيط كده بيقول لحضرتك يعني ليه مخابرات إنجلترا مثلا اللي كانت لقطت مش عارف إيه وأشارت لإيه وأشاعت لإيه فيما يتعلق بالطائرة المصرية، لماذا لم تستطع أن تعمل شيء فيما يتعلق بفرنسا؟ يعني هل ده تواطؤ ولا دي صدفة؟
أنا أتصور أن هناك تعاون شديد بين الدول الأوروبية ضد الإرهاب، يعني سواء كانت إنجلترا أو فرنسا، لما بيحصل لدولة أوروبية مشكلة زي دي بيبقى في تعاون كبير جدا بين الدول والدولة التي حدث لديها الحادث. لكن برضو هناك فرق كبير بين المعاملة الدول الأوروبية ومعاملة مع الدول الأخرى بالتأكيد. ده هيصب في مصلحتنا ولا هيبقى ضدنا كمصر؟ لا مش في طلبنا، لا مش في مصلحتنا. التعامل مع الدول الأوروبية بيكون في خصوصية شديدة، ونقدر نقول صفات مزدوجة من بعض الدول الأوروبية مع الدولة التي كانت أهل. لكن أنا بقول لحضرتك الأيام القادمة هتظهر حاجات كتير في هذا الشأن، يعني أعتقد أن هيبان كتير حاجات كتير، سواء كان في قرارات ضد المواطنين العرب والمسلمين أو بعض الجنسيات الأخرى أو في التعامل مع الحدث نفسه ككل. في حاجة بقى مهمة أخيرة عايز أسأل حضرتك عليها، يعني أنا بسمع تلميح كده أن الدول اللي بتتعامل مع مصر واللي بتدعم مصر في مواجهة الإرهاب، هذه الدول بتضرب مصالحها وبتعاقب بشكل ما أو بآخر، بتتفق مع هذه الأطروحة ولا لا؟ لا مش متفق معها مع كل الدول، بعض الدول لكن بعض الدول تانية أنا غير متفق في هذا. يعني إحنا بنقول إحنا بنتكلم هنا على فرنسا وعلى روسيا بالتحديد اللي بيتعاملوا مع مصر بشكل فيه تعاون كبير ودعم كبير جدا لدورها ومحاربتها للإرهاب، دعم على المستوى الاستراتيجي، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري. صحيح، أنا ما تصورش إن هيحصل أي تغيير في العلاقة بين مصر وبين فرنسا على كل الأصعدة اللي فاتك تفضلت بيها، بما فيها كمان الاستثماري والاقتصادي. هناك نية طيبة من فرنسا تجاه مصر تحديدا، ويمكن العلاقات المصرية الفرنسية خلال مثلا العقدين الماضيين لم تكن بهذا المستوى الحالي، يعني المستوى الحالي أحسن بكثير جدا من العقود الماضية. أنا أعتقد أن فرنسا حريصة على أن تستمر هذه العلاقة بهذا المستوى الجيد اللي هو غير مسبوق، وأن فرنسا لن تعاقب مصر على هذا الفعل، سواء كان على الصعيد الطيران أو على الجانب الآخر الإرهابي، بل هناك بالفعل نقدر نقول تعاون جيد جدا بين مصر وفرنسا في مجال المعلومات الخاصة بالإرهاب. ثلاث ساعات من 11 تقريبا ونص لحد الساعة 2 الفترة الزمنية اللي استغرقتها التحرك ما بين وقوع الانفجار الأول والتحرك القوي، بأكد على التحرك القوي أو الفعلي لقوات الأمن بعد فرض حالة الطوارئ، بتشوف ان دي عدد زمني او هذا الزمن المستغرق جيد جدا في عرف الامن في التعامل مع الازمات ولا لا؟ لا اعتقد ان هو كان زمن طويل شويه، كان المفروض اقل من كده، كان المفروض يكون اقل من كده. في مثل هذه الحوادث بهذا الشكل وهذه الدرجه كان لابد ان يكون اسرع من هذا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا لواء سامح سيف اليزل الخبير العسكري والاستراتيجي. هقرأ لحضراتكم التصريحات للرئيس الفرنسي اللي صدرت في اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها. الرئيس الفرنسي أشاد بقوات الأمن والجيش ودورهم في مواجهة التفجيرات الإرهابية اللي تعرضت لها باريس أمس الجمعة، مشيرا على أنه سيعمل على دعمها بأقصى القدرات ومتعهدا بتعزيز كافة الإجراءات والآليات إلى أقصى قدرة. حمل الرئيس الفرنسي تنظيم داعش مسؤولية الهجمات التي تعرضت لها باريس قائلا إن العسكريون سيرابطون داخل باريس في الأيام القادمة، ففرنسا تعرضت لهجوم جبان وبشع وعنيف ولن ترأف مع الهمجيين المنتمين لداعش في إطار احترام القانون داخليا وخارجيا وبالتنسيق مع حلفائنا الذين تم استهدافهم سابقا. كما دعا الرئيس الفرنسي شعبه للتوحد والاجتماع والتحلي بالصبر في مواجهة الفترة الخطيرة التي تمر بها بلاده، وأضاف أن بلاده قوية وإن تم جرحها وتعثرت لكنها ستقف دائما ولن تيأس ولن تستسلم أبدا، فهي قوية ونشيطة وحريصة وشجاعة وستتغلب على الهمجية والتاريخ خير دليل على ذلك، مضيفا ندافع عن قيم الإنسانية وسنتحمل مسؤوليتنا وتحيا فرنسا. ألخص لحضراتكم سريعا اللي قال في التحليل بعد ما اخد راي الدكتور محمد عبد العظيم استاذ العلوم السياسيه في جامعه ليون. دكتور برحب بحضرتك. اهلا بيك. قراءه حضرتك للمشهد.
والله هي القراءة موجودة اليوم صباح اليوم في على صفحات الجرائد الفرنسية التي تقول وتستخدم حالة حرب مثل ما قالت لوفيغارو وصدمة بعد الهجمات ليبراسيون ولوموند المعروفة تعنون إعلان الحرب الإرهابية على فرنسا. القراءة السريعة في الشارع الفرنسي أيضا توضح أن الفرنسيين في حالة تساؤل وفي حالة من الصدمة أمام اللامعقول وما حدث في باريس أمس في تفجيرات في 6 أماكن له دلالة قوية. أما الفرنسيين فما زالوا يحاولون فهم ما يحدث وسوف يكون هناك قبل هذه التفجيرات ويكون أيضا ما بعد هذه التفجيرات. دكتور بتشوف أن في خطورة على العرب والمسلمين هتحصل؟ طبعا اليمين المتطرف سوف يستخدم هذه الأحداث والجبهة الوطنية وعلى رأسها مارين لوبين لن تتوارى في أن تستخدم هذه الأحداث في حالة رفع مستوى الكراهية ورفع الخوف لدى الفرنسيين فيما يخص المهجرين الذين قد يأتون إلى فرنسا في الوقت في المستقبل من سوريا ومن العراق. إزاي بتشوف تعامل الإعلام مع الأزمة اللي حصلت في فرنسا والحوادث الإرهابية اللي حصلت؟ الإعلام كان يعتبر حتى الآن موقفه هو عبارة عن انقسام بين فريقين. الفريق الأول يقول إن الإرهاب ظاهرة إقليمية ويجب التعامل معها على أنها ظاهرة إقليمية، أما الفريق الثاني فيحاول أن يصيغ فكرة أن الإرهاب ظاهرة كونية ظاهرة دولية ويجب التصدي لها بتكثيف الجهود هنا وهناك. إيه الفرق في الناحيتين؟ يعني إيه النتيجة في النهاية اللي أنا ممكن أخدها من كونه ظاهرة إقليمية أو ظاهرة دولية؟ الفرق كبير، لأن إذا اعتبرناه ظاهرة إقليمية معنى هذا أن هو فيما يخص دول جنوب المتوسط هذه ظاهرة تخص هذه المنطقة، أما توجه أنه يعتبر ظاهرة اعتباره ظاهرة إقليمية هو أن تكثيف الجهود على أوسع نطاق ممكن وتبادل المعلومات ليس فقط داخل أوروبا ولكن بين دول البحر كل دول البحر المتوسط وخصوصا مصر ودول أوروبا. اعتبار الإرهاب ظاهرة دولية يعني أن يكون هناك تكثيف في الجهود بين العواصم الأوروبية وعواصم الشرق الأوسط باعتبار أن ما كانش في إدانة للحكومة الفرنسية أو الأمن الفرنسي، تقاعس الجهات الأمنية مثلا، ما كانش في أي نوع من أنواع تحميل اللوم ولا لم يسلط الضوء على هذا الأمر؟ لا، في الوقت الحالي السياسيون والإعلاميون والمتخصصون في ظاهرة الإرهاب الدولي يتساءلون عن ما يحدث الآن ولم تصل الأمور إلى إعطاء كلمة أو تفسير عن القيام بإعطاء نبرة أو دلالة على ما يحدث. والسؤال هو عن ما يطرح الآن سياسيا أو في بين المختصين هو دلالة التوقيت ومعنى تفجيرات باريس في وقت اجتماع فيينا، وهل هناك رغبة في أن تفنى باريس وأن تتخلى عن ضرباتها العسكرية فوق سوريا وفوق العراق. الدلالة في التوقيت بالنسبة لقراءتك بتشير ليه يا دكتور؟ الدلالة اليوم في فيينا ثاني محاولة بين 17 أو 18 دولة على رأسها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وانجلترا في محاولة إيجاد حل ومخرج للحرب في سوريا، وكان من المعروف أن تدخل روسيا وتدخل فرنسا يعني
رغبتها في تكثيف الضربات على داعش وإن إرسال الأسطول الفرنسي شارل دوغول في المنطقة لتكثيف الضربات بريا على داعش. الدلالة هنا هناك رسالة من الإرهابيين أن تثني باريس وأن تجعل باريس خارج لعبة الضربات الجوية فوق ضد داعش. وطروحة أن مصر والدول التي تؤيد مصر في حربها على الإرهاب وتدعم مصر استراتيجيا وعسكريا هي دول تعاقب بشكل ما أو بآخر زي فرنسا أو روسيا، ده هذه الأطروحة بتتفق معها حضرتك ولا لا؟ طبعا في هذا المجال داعش تحاول اللعب على أوتار الإرهاب وإرهاب إذا كان ضربات على طائرات أو ضربات داخل الشوارع، ولكن في الوقت الحالي هو الجديد في الأمر أن زراع الإرهاب وصل إلى أبعد مدى في قلب مدينة رمزية، مدينة هامة، مدينة لبلد ديمقراطي، مدينة دلالتها كبير. يوم جمعة المدارس غلقت، الجامعات مغلوقة، في واستخدام يعني ضربات على بعض أمتار من وجود الرئيس الفرنسي في ملعب ستاد دو فرانس، يعني أن الأمور وصلت لمرحلة لا عودة، وأن الدول التي تدعم أو الدول التي تحارب الإرهاب والتي تدعم الجهود الدولية في الحرب على داعش صارت تحت تأثير وتحت ذراع داعش، وهذا يعني وصلت الصورة. نعم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عبد العظيم أستاذ العلوم السياسية في جامعة ليون. دي كانت تغطية سريعة مننا للأحداث الإرهابية التي وقعت في باريس بالأمس. الكل اصطف حول الحكومة الفرنسية والقيادة الفرنسية التي أعلنت حالة الطوارئ وسط حالة من الدعم الشعبي والرسمي ومن ناحية الخبراء أيضا والمفكرين، بالإضافة للدعم الإعلامي اللي فيما يبدو تبارى في التحليل قبل تسليط الضوء على المشكلات التي أدت إلى وقوع هذا الأمر. بتكلم على ناحية القصور الأمني بين قوسين، كيف تعامل الإعلام الفرنسي مع هذه الأزمة مقارنة بتعامل الإعلام عندنا مع أزمات مشابهة. إحنا عندنا هنا بنميل أكتر ناحية جلد الذات وانتقاد الحكومة وانتقاد أنفسنا وانتقاد كل شيء، في حين إن هم تباروا في محاولة إيجاد حلول ونظريات لشرح الموقف من ناحية النتائج في النهاية، هل هو دولي أو إقليمي وكيف ستتعامل فرنسا وهذا التوقيت ودراسة هذا الأمر. طبعا ده برضو بيحصل عندنا في أي حاجة، بس إحنا دايما بنلوم بشكل كبير جدا في انتقاداتنا على الحكومة. مش معنى كلامي إن إحنا ماشيين غلط أو صح، أنا بس بعمل مقارنة سريعة، حتى هذه المقارنة السريعة محتاجة لتدقيق، بس هي مقارنة الساعات الأولى أو اللحظات الأولى. إحنا دايما في الساعات الأولى وفي اللحظات الأولى بنطلع على طول ضد الحكومة وضد الأمن وبنحمل هذا الموضوع المسؤولية أو هذه الجهات المسؤولية حتى من الناحية العاطفية، وبعد كده نرجع ندور على الأسباب من ناحية منطقية أو عملية. هم هناك تعاملوا بحرفية جديدة بالرغم من إن كلام اللواء سامح سيف اليزر كخبير استراتيجي وعسكري قال التحرك الأمني كان بطيئا وكان ينبغي أن يكون أسرع من ذلك، وخصوصا أن فرنسا دولة مهمة وفي دلالات وفي تهديدات حصلت وتلميحات بأن هي هتتضرب، وحصل أن هي اتضربت يمكن من شهور لم تتجاوز العام. على كل الأحوال إحنا نتابع مستجدات هذا الأمر وتداعياته على مصر والعرب والمسلمين تباعا. الحياة الآن مستمرة معكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، فقط ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ندد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس أمس، مؤكدا خلال كلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 25 في مدينة الأقصر أن الإرهاب لا دين له ولا وطن. كما أكد أيضا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن تصويب مسار الفكر الخاطئ ليس بالأمر اليسير، وأن الخطاب الديني تتحكم فيه عوامل متعددة، ما يتطلب عزيمة قوية معربا عن أمله في أن يساهم
المؤتمر في محاولة اجتثاث الإرهاب من جذوره. أضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر تفكيك الفكر المتطرف أن تجديد الخطاب الديني هو القضية الأولى لإزالة الغبار عن الوجه الحضاري للإسلام، نظرا لما أصاب الخطاب الديني على أيدي أعدائه والجهلة والغير متخصصين. كما أكد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أن تنظيم داعش الإرهابي استطاع بخطاب ديني مغشوش استقطاب الشباب، محذرا من الفتاوى المتشددة التي يطلقها أشخاص يفهمون النصوص على حسب الهوى ويوفقون الدين على حسب المصالح. أضاف خلال كلماته في افتتاح مؤتمر رؤية الأئمة في تجديد الخطاب الديني وتفكيك الفكر المتطرف أنه بات من الضروري اتحاد العالم من أجل التصدي لخطر الإرهاب الذي طالما حذرت منه مصر ودفعت ثمنه باهظا. قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام عادل حبارة وستة آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية مذبحة رفح الثانية والتي راح ضحيتها 25 شهيد من جنود الأمن المركزي. كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة ل 22 متهم، فضلا عن الحكم ببراءة ثلاثة آخرين. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية في سيناء والقاهرة، وأيضا ارتكاب مذبحة رفح الثانية، بالإضافة إلى التخابر مع تنظيم القاعدة. تمكنت القوات المسلحة من تصفية 12 إرهابيا من تنظيم بيت المقدس خلال تجمع للعناصر التكفيرية في منطقة تاج جهاد أبو طب لجنوب العريش. أكد مصدر أمني أن قوات الأمن ضبطت أعدادا كبيرة من الأسلحة والمتفجرات كانت بحوزة العناصر التكفيرية، من بينها قذائف هاون وار بي جي وعبوات ناسفة وأسلحة آلية وذخائر. بتستعد اللجنة العليا للانتخابات لإعلان الكشوف النهائية لمرشح المرحلة الثانية بعد انتهاء نظر الطعون المقدمة إليها، فيما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض 30 طعن طالبوا بوقف انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، حيث أيدت المحكمة قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق عدد من المرشحين عن دائرة الزيتون والأميرية. قبل نحو أسبوع من توجه حوالي 28 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصوات في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، تستعد اللجنة العليا للانتخابات لإعلان القوائم النهائية لمرشح المرحلة الثانية بعد الانتهاء من نظر الطعون المقدمة إليها، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض 30 طعنا طالبوا بوقف انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب. كما أيدت المحكمة قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق عدد من المرشحين عن دائرة الزيتون والأميرية. محكمة القضاء الإداري أكدت سلامة الموقف القانوني للمرحلة الأولى من الانتخابات، وأعلنت رفضها لعدد من الدعاوى المقدمة من المرشحين اعتراضا على استبعادهم من المرحلة الأولى للانتخابات. وفي يومي 22 و23 من الشهر الحالي يتوجه أكثر من 28 مليون مواطن في محافظات المرحلة الثانية إلى 12,496 لجنة فرعية و102 لجنة عامة لانتخاب النواب عن نظام القائمة في قطاع القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا، والتي يترشح فيها أربعة قوائم هي في حب مصر وحزب النور وقائمة التحالف الجمهوري وائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، بينما تخوض الانتخابات في قطاع شرق الدلتا قائمة في حب مصر فقط، والتي تحتاج إلى الحصول على نسبة 5% فقط ممن لهم حق التصويت كي تعلن الفوز. كما سيختار الناخبون نواب المقاعد الفردية والتي تبلغ 222 مقعدا موزعة على محافظات المرحلة الثانية. بيعاني تجار سوق منطقة الزيتون في القاهرة العديد من المشكلات، أهمها ارتفاع الأسعار بالإضافة لانتشار القمامة، ده شيء طبيعي يعني في كل مصر في السوق. كاميرا الحياة الآن انتقلت إلى هناك لرصد معاناة التجار على الهواء مباشرة مع زميلنا محمد بهاء. محمد أنا برحب بيك والتفاصيل عندك، اتفضل. بس فيما يتعلق بالقمامة، هم بيعملوا إيه؟ هم متسببين في إلقاء القمامة ولا هم بيشكوا إن في قمامة؟ اتفضل. برحب بيك شريف من سوق السمك بمنطقة الزيتون لعرض مشاكل تجار هذا السوق، وخليني أنتقل سريعا إلى تجار هذا السوق وأسألهم مباشرة السؤال اللي أنت سألته لي. برحب بيك معلم برهام، يعني وشريف بركات بيسأل في الاستوديو. لو بنتكلم أول مشكلة في بالنسبة لتجار السوق وهي مشكلة القمامة، من المتسبب في إلقاء هذه القمامة؟ هل التاجر صاحب المحل نفسه أو العامل في المحل، ولا السبب يكون آخر أو من المواطنين أو ده هي سبب للمحلات؟ للمحلات والمحافظة طبعا بتاخد ضرائب، وإحنا حلنا كده واقف يعني ما فيش بيع ولا شراء،
المحافظة كمان بتيجي تاخد فلوس كل شهر ومفيش خدمات ليها. يعني شايف ان انت بتدفع كل ما كل ما عليك من مرافق او كهرباء او مية او كده في مقابل هذا المفروض يكون في خدمات من المحافظة تقدمها مش موجودة. مش موجودة لا، هو كل شوية يقول لك احنا جايين نوظف السوق ومحدش بيسأل فينا. طب بالطبيعة ان يكون في مخلفات للبضاعة اللي عندك للسمك او غيره. طبعا بيحصل فيها مخلفات طبعا، وعدم السوق واقف لازم يكون في مخلفات. طيب لو نتكلم عن الاسعار والبيع والشراء في سوق السمك هنا رخيصة جدا. يعني ارخص سوق بيبيع سمك وانضف سمك بيبيعه هنا، وزبائن كتير كانت بتيجي، بس كمان الشارع بره بيبقى مقفول، الشارع بره يكون مقفول ومفيش زبائن بتخش لنا. الشارع بره مغلق لاسباب بيبقى زحمة، اسباب مرورية يعني. عايزين تنظيم برضو للمرور برضو هنا للسوق عشان برضو الزبون يعرف يخش وحاجات. مخاطباتكم مع مسؤولين المحافظة في يعني في ان هم يزودوا الخدمات لهذا السوق، يعني مخاطبات مع المسؤولين بتكون عاملة ازاي والردود من المسؤولين؟ عايزين من المحافظة يعني تيجي تنظم حتى للشوارع وحاجات زي ما كده. عندنا في السوق السوق كله قال لك انا هنوضب لكم الشوارع ونوضب لكم المراحيل هنا ومحدش بيسأل، هم بيلموا كل حاجة بس ما حدش بيسأل. أشكرك. نكمل يعني لقاءاتنا لقاء آخر مع تاجر من تجار هذا السوق. لو نتكلم عن مشكلة الجراشات، عدم وجود جراشات بهذا السوق يسبب طبعا أزمة مرورية بالخارج، مشاكل وريحة طبعا وحشة وبلاوي، ولا حد بيعمل أي حاجة، والمحافظة عايزة فلوس بس، عايزين ضرائب، محلات كلها مقفولة على طول عندنا هنا، ويجوا عايزين الضرائب بس عايزين فلوس. محلات مغلقة وفعلا تلاحظ وجود بعض المحلات مغلقة هنا. طيب خلينا نتكلم عن بعض المحلات المغلقة اللي بيتاخد عليها ضرائب، هل ده يعني المفروض ده يكون شيء قانوني يعني؟ ده طبعا مش قانوني، ده اسمه ظلم. احنا عايزين الراجل اللي هنا يجي راجل محترم يدي الناس دي حقها بس، مش عايزين اكتر من كده، ومعانا رئيس محترم وربنا يخليه لنا، مش عايزين اكتر من كده بس، اللي يجي يدي الناس حقها بس، مش عايزين اكتر من كده، لان هنا في بهدلة، لا في زباين ولا في شغل، والناس اساسا قافله محلاتها وكله واقف حاله، كله بيصرخ، الناس قاعده على القهاوي مفيش حد بيشتغل. عايزين يعني شايف ناس يهتموا بالاسواق، يروقوا الدنيا، الناس تشتغل، الناس تنزل، الناس خايفه تنزل وتشتغل بس. احنا عايزين مرشح محترم يدي الناس حقها. لا بعيدا عن المرشح، لو هتخاطب مسؤولي الحي او مسؤولي المحافظه، مسؤولي حي الزيتون، تخاطبه بما يرضي الله، يشتغلوا بما يرضي الله، مش عايزين يعني تجاوزات، يشتغلوا بما يرضي الله بس، لان الحمد لله في دلوقتي رئيس وبيحاسب، في رئيس وبيحاسب، واللي بيغلط هيتحاسب اكتر من رئيس الجمهوريه اللي قبل كده اتحبس بس. بتدفعوا هنا كل اللي عليكم من مرافق او خدمات او اي حاجه؟ كل حاجه حضرتك، بقول لحضرتك احنا هنا دقين طرمبات، احنا اللي بننظف اسواقنا بنفسنا، احنا اللي بننظف اسواقنا بنفسنا، مفيش حد بيعمل لنا اي حاجه، احنا اللي بنجيب العربيات، واحنا اللي بننزل السمك، واحنا اللي بنعمل كل حاجه بس. احنا عايزين واحد يدي الناس حقها بس بما يرضي الله، مش عايزين اكتر من كده. اشكرك جدا، اشكرك شريف. دي كانت بعض المشاكل اللي بيعاني منها تجار سوق السمك بمنطقة الزيتون، وعودة مرة اخرى اليك في الاستوديو. شكرا ليك محمد بهاء، شكرا جزيلا. نروح للطقس. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود غدا طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى القاهرة، معتدل جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا على جميع الانحاء. أعلنت هيئة الأرصاد في بيان لها إن حالة من عدم الاستقرار هتبدأ يوم الأحد بكرة وهتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل. حل منتخب مصر ضيفا على تشاد في الرابعة والنصف عصرا في ذهاب الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث يسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية قبيل لقاء العودة الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب، على أن يتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى الدور الأخير من المجموعات، واللي هيضم 20 منتخب هيتم تقسيمهم لخمس مجموعات، يصعد الأول من كل مجموعة إلى كأس العالم. وصلنا للنهاية، بشكركم مشاهدين على متابعتكم لهذه الجولة من الحياة الآن، تحياتي وفريق البرنامج، إلى اللقاء.